اهلا بيك. لو عندك اي بزنس اونلاين بتفكر تعمل متجر الكتروني يكون متعدد البائعين ويكون فيه بوابات رسائل وبوابات دفع ويكون فيه تحليلات جوجل وكمان مربوط بفيسبوك بيكسل، النهارده ان شاء الله معانا سكريبت من افضل السكريبتات الموجوده لبناء المتاجر الالكترونيه متعدده البائعين. خليك معايا لحد اخر الفيديو واشوفك بعد الانترو. اهلا بيكم مره تانية، انا عبد القادر المرحومي ودي قناه انفينيتي اونلاين. قبل ما نبدا الفيديو بحب اذكركم ندعي لاخواتنا في غزه وفي فلسطين ونترحم على الشهيد باذن الله اسماعيل هنيه، وربنا يسدد يا رب بايدي يحيى السنوار. يلا بينا نبدا الفيديو. هنتكلم عن مواصفات السكريبت. السكريبت موجود على كود كانيون، موجود منه نسخ بترخيصين، ترخيص ريجولار وترخيص اكستندد. تقدر تحدد الترخيص اللي انت محتاجه، هتلاقي كل الروابط الموجودة لشراء السكريبت موجودة في الوصف بتاع الفيديو. ايه المميزات؟ ونشوف سكرين شوت كده من شكل المتجر ده، وبعد كده نروح لعملية السيت اب. فاحنا هنشوف هنا السكرين شوت، مثلا ده شكل المتجر لما بيتسطب. هو عبارة عن سي ام اس كامل مبني بلارافيل، وطبعا انت بتحتاج يكون عندك دومين نيم واستضافة، ولو محتاج اي مساعدة في تنصيب السكريبت او في تعريبه او في كاستمايزيشن او في اي حاجة ممكن تتواصل معايا من خلال الواتساب. ده شكل الواجهة الرئيسية او الهوم بيج بتاعة الموقع بعد ما يتسطب، او بتاعة النظام ده بعد ما بيتسطب. القوائم الميجا مينيو بتاعته شكلها جميل جدا والديزاين شكله جميل. دي لوحة العميل، دي لوحة تحكم العميل او الكنترول بانل بتاعة اليوزر. بنلاقي فيها هنا التوتال اوردر، الرغبات بتاعته، الريفوند، كم منتج عنده في الكارت، يا ترى هو استخدم كام كوبون ولا لا. امكانيات السكريبت جميلة جدا، وفي كمان نظام محفظة، يعني تقدر تشغل السكريبت ده بمحفظة، مش شرط تكون مشغل طرق الدفع الالكترونية، فممكن تفعل نظام المحفظة جوه السكريبت والعميل يشتري المنتج ويبعت لك الرسيد بتاع الدفع من خلال المحفظة. وطبعا سكريبت زي ده ما بياخدش وقت، هو بس كل الفكرة انك يكون معاك السورس كود. نكمل بقى كده عشان نروح بعد كده لعملية السيت اب. احنا كده على الادمن لوجن، هنضغط هنا ساين ان عشان نشوف شكل لوحة التحكم ونشوف ايه الامكانيات او المميزات اللي موجودة جوه السكريبت او جوه لوحة التحكم، والديزاين بتاعها عامل ازاي. احنا كده جوه الادمن داشبورد. هنا الكاستمر بانل، بتقدر تتحكم في كل الاعضاء، في الجيفت كارد، في الديجيتال برودكت، في الريفوند ريكويست بتاعت العملاء، في البروفايلز بتاعت العملاء، في الريفرالز. كمان في نظام فولور، لانه اصلا مبني على ان هو مالتي فيندور سيستم، يعني نظام متعدد البائعين، فبيبقى في تابعين للبائع، يعني البائع يقدر يكريت اكونت لنفسه ويعرض منتجاته، وانت طبعا بتراجعها وبتابروف عليها، وبعد كده هي بتظهر اونلاين للكاستومرز. فالكاستومرز لما بيشتروا طبعا باسم السيلر، وانت طبعا بتتولى عملية الشحن والتوصيل. تمام، تقدر تحدد منه الاذونات او الصلاحيات بتاعه فريق العمل بتاعك. هنا الكاستمرز، هنا السيلرز، تقدر تحدد، يعني تقدر بقى هنا تعمل بروسس لعمليه التسجيل، سواء بقى انت هتحط كوميشن او هتحط سبسكريبشن سيستم جوه النظام بتاعك او جوه السي ام اس ده، او هتعمل مثلا برايسنج بلان، هتعمل خطه اشتراك معينه. دي اعدادات الفرونت اند، تقدر تتحكم فيها في الشكل الخارجي. وهنا اعدادات الظهور، تختار منها السيم والكلر واللون والفونت وكل حاجه. ده بيج بيلدر، وده انكلودد جوه السيستم او جوه السي ام اس ده، بتقدر من خلاله تكريت صفحه، يعني تكريت هيدر وتكريت فوتر وتكريت كونتنت البيج نفسها. وده الفورم بيلدر، ده من خلاله بتقدر تكريت فورم زي مثلا فيرست نيم ولاست نيم وتليفون نمبر. تمام، هنا اعدادات الاوردر او الاوردر مانج، تقدر تتحكم في كل الاوردرات وحالاتها والتوصيل، وهنا عمليات الارجاع، وهنا المنتجات بما فيها بقى خصائص انشاء مثلا كاتيجوري جديد او براند جديد، او تضيف اتريبيوت او تضيف وحدات، وتعمل برضو امبورت واكسبورت لكل المنتجات بتاعتك، سواء هي عندك في المخزن او سواء المنتجات دي عند بايع تاني. هنا قائمة المراجعات، هنا اعدادات التحكم في الشيبنج، هنا الجيفت كاردز، تقدر تكريت يعني هدايا او اسايم شراء،
وهنا الميديا مانجر بتقدر تتحكم في كل الملفات الموجودة او تشوف كل الملفات وتتحكم فيها، الكلاب بوينت والجوجل ام سي والبي او اس والاوكشن والبين كود والافليت، كل دي عبارة عن ادونز بيتم شرائها بعد شراء السكريبت. وهيكون موجود رابط شراء الادونز دي لانها مش متوفرة على كود كانيون لكنها متوفرة على الويب سايت الرسمي، فتقدر برضو تتصفح الروابط دي بتاعت الادونز وتشوف الاضافة اللي انت محتاجها. البي او اس سيستم ده عبارة عن نظام بيع مباشر. خلونا نكمل اعدادات الماركتينج. تقدر تكاريت فلاش ديلز وتعمل كوبونات وتبعت كمان رسائل. هنا اعدادات الحسابات، وفي هنا الترانساكشن والبروفيت والمصاريف والانكم والبنك اكاونت، اعدادات البنك يعني. هنا اعدادات المحفظة تقدر تشغلها او لا، ودي المحفظة بتاعتك. وهنا معاه مدونة وكمان معاه نظام كونتاكت والادمن ريبورت، هنا التقارير كلها بما فيها بقى تقارير الدفع والشحن والزوار وكل حاجة. نظام الدعم، وفي هنا نظام تيكت سبورت السيلرز وللكاستومرز اللي معاك يعني. الاكتيفيتي لوك، ودي بتسجل اي عمليات على المتجر، تمام، سواء بقى من زيارة او من دخول او غيره، او تسجيل خروج او ايرورز او غيره يعني. هنا الفيزيتور سيت اب، انت ممكن تتجاهل اي بيهات معينه، بمعنى اصح انك تحدد اي بي معين لدوله معينه بس هو اللي يشوف المتجر بتاعك. ودي اعدادات السيستم، من خلالها بتقدر تتحكم في كل حاجه، في الاس ام اس تمبلتس، في الايميل تمبلتس، في الاس ام اس سيتنج، وده اللي اتكلمنا عنه من شويه. زي ما هندخل عليها كده هنلاقي انه بتدعم بوابه تويلو، بوابه تكست لوكال، وبوابه مسجات دي في السوق الخليجي وتقريبا في السعوديه والامارات ودول الخليج. وهنا الاذر اس ام اس جيت واي، اختار بقى انت هتشتغل بجيت ولا بوست. وهنا الفاليوز اللي بتحطها اللي بتطلبها منك بوابه الرسائل عشان يتعمل لها انتجريت مع السيستم ده. هنلاقي برضو جوجل ريكاباتشا واناليتكس تول، هتلاقي فيها فيسبوك بيكسل وجوجل اناليتكس 4، تقدر برضو تربطهم وتعمل تحليلات للمتجر بتاعك. هنا فيسبوك بيكسل، هنا وهنا جوجل اناليتكس. هنا طبعا بتعرف يعني بتقدر تتحكم بقى في السوشيال كونفيجريشن، تبني تطبيقات الدخول للفيس من خلال الفيسبوك او من خلال جوجل او غيره. وهنا اعدادات الصيانه تتحكم فيها في المتجر، تقفله او تفتحه. هنا الموديول مانجر بتقدر من خلاله تتحكم في انك تسطب موديول او تلغي موديول او تفعل الموديولات. وهنا السايد بار مانجر تقدر تتحكم في الشريط الجانبي. وهنا بوابات الدفع تقدر تتحكم زي ما انت عايز في الشريط الجانبي سواء ليك او للعميل. وهنا بوابات الدفع، وطبعا هو مدعوم ببعض بوابات الدفع، مفيش بوابة دفع عربية الى حد ما. هنلاقي فيه باي بال وسترايب وباي ستاك، تقريبا كل البوابات دي بوابات دفع اجنبية، لكن ممكن تشتغل بنظام الاوفلاين او البنك اكاونت، وممكن كمان تشتغل بنظام المحفظة، وممكن تشتغل بسترايب لانها بتدعم اي دولة في العالم وبتدعم تقريبا كل العملات. بعد كده هنروح على السيت اب، وده من خلاله بتقدر تتحكم في اللغه الموجوده، والسكريبت موجود باكتر من لغه تقدر تترجمها او تتحكم في الترانسليشن وواجهه اللغه نفسها سواء من يمين للشمال او من الشمال لليمين، اكتر من لغه وتقريبا مدعوم بكل اللغات. وبرده تقدر تشغله باكتر من عمله، وتقدر تحدد مكان معين، ومن هنا تقدر تعمل باك اب للسيستم كامل. وهنا اليوتيليتيز بتقدر تتحكم فيها في الكاش وتفرغ الكاش بتاع السيستم، وتتحكم تقريبا في السي ام اس. وتقريبا اللوحه دي كمان لوحه التحكم بتاعه الادمن دي مدعومه عربي الانجليزي يعني ار تي ال وال تي ار. طبعا هو ريستريكتد ان ديمو مود، ما تقدرش تغير اللغه. اهم ميزه في السكريبت ده انه تقدر تطلع منه موبايل ابلكيشن يرن على الاندرويد وعلى الاي او اس وكمان على الويندوز. ممكن تعمل انستول للسي ام اس ده على الويندوز وتفتحه مباشرة من خلال التطبيق. وممكن كمان لما تدخل على المتجر من خلال الاندرويد او الاي او اس هتلاقي فيه نوتيفيكيشن كده موجودة انك تعمل انستول للاب. ويلا بينا على السيت اب. طبعا انا فكيت ضغط الملفات في الدايركتوري بتاعي. مش هتفرق كتير انت بتستخدم استضافة او بتستخدم لوكال هوست في الاغراض التجريبية يعني زي ما احنا بنشرح. فانا رفعت الملفات ويلا بينا نعمل داتابيز ونكمل سيت اب.